أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكرا لإعداد القيادات التطوعية للشباب من أبناء مناطق حلايب وشلاتين تحت عنوان قوتنا في شبابنا لمناهضة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان. تضمن المعسكر سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشاكل، بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب والإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي للمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات داخل مناطق حلايب وشلاتين، وكذا التدريب على كيفية التعامل مع الأطفال والشباب والأسر لتوصيل رسائل التوعية التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة. كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، بالإضافة إلى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطي المخدرات أو المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطي المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم. أيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي والتعريف بخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج مجانا في سرية تامة.